ادور جواتي مريحه اسكن الله حق سفر، ايش لقيت هذيلا مالت نيو بالانس ليدد من كومفورت زون، محل كومفورت زون بالافنيوز. محل كومفورت زون بالافنيوز راح تلاقون عنده جواتي رياضيه، جواتي مريحه، شغلات حق سفر، حتى النيديه اسكن الله المريحه وايد موجوده عندهم. الحابين فيهم البنات الحين وايد ماركة اسمها فت فلوب، يجون كذي مثل سوكس فتلبسينه هذا من غير إطلاق، بس وايد شكله حلو على الريول وتدرون شنو مريح جنس مو لابسه شيء. واي هذا عجيب الريول حتى تدخل فيه شيء جنس لابسه بدار خفيف. هذا الهبة الجديدة الحين راح تشوفون وايد بنات لابسينها، راح اخذ الوردي راح اخذ الاحمر، وايد خفيف وايد. عندهم هذه الماركة اسمها فليكس ان جو، هذول معروفين باليد يكون وايد ناعم، شوفوا سوفت اللي ريولها تحسس من الجواتي كم الله تكون يلدها يابس كذي وتحور، هذا وايد فلكسبل وايد مريح، راح تلقون تشكيله وايد حلوه حق الدوامات حق الشغل حق السفر بالصيف. هذا الشيء اريح شيء بالحياه اسمه ايروبكس، الماركه اسمها ايروبكس، تشيش ماشي على مخده، تشيش ماشي على مخده حق اللي عندها الام ظهر، حق اللي ما تقدر تمشي مسافات كبيره. في منها ماركة جويا، هذه مسوية بنات، هذه الماركة تخيلوا هذه حشوتها it supports your back، فكأنك ماشي على مخدة. من نفس الماركة ايروبكس، والله العظيم انه اريح من لما تمشين حافية، مو صدقي مو طبيعي، يسوي لك مساج حق ريولك وانت تمشين بالسفر، هذا عادي تلفينه كذي وتحطينه بجنطتك زين، بعدين اذا تعبتي طلعي سوي مساج حق ريولك، كل خطوه بصينيه حق الريل. والله انا الحين اروح جاهزه حق معرض العطور، طردي بالمعرض. تعال هذيل اريح انواع النيديه حق الشباب، مع دشاديش مع شورتات مع اي شيء، وايد مريحين هذا المحمول، دورهم ادوار لقيت لك هنا يا الطيب، واخذ لك كم واحد على ذوقي. حق الشباب بعد اللي يدورون عزكم الله جواتي تكون كشخه وبس بنفس الوقت مريحه، هذه ماركه اسمها مانس، ماركه المانيه وايد عريقة، صناعة يدوية، يسوون الأحذية من جلد الغزال بس يصنعونها بدقة، الجلد وايد ناعم والأحذية وايد أنيقة حق المناسبات. برقص باكر بالعرس تعرفون هذه الرقصة، هذه اللي خطواتهم صغيرة ومتزنة، لأن إذا وسعت خطوة شوي تعرجل. ستايل باكر ستايل أخت العروس، والفح والفح والله يا بيبي، آخر مرة اشتغلت كذي بعرس نوفا والله. ليش مشتطة كذي وايد؟ لأن هالإنسانة هذه أقرب وحدة لي بالسوشيال ميديا، أحسها أختي أختي، حتى معرفتنا ببعض فيلم يعني تخيلوا، ويمكن تذكرون اللي تابعوني من الأول يذكرون، أنا قبل أتابعها بسناب لما كنت بأمريكا، لما جيت الكويت كنت بتعرف عليها، بس في ناس الله يسامحهم كانوا يربطون عصاعص بيننا وبين بعض، وأنا كنت توني جاية من أمريكا ما أدري شو السالفة، يجون يقولوا لي مثلا بيبي قالت عنك كذي، بيبي اليوم طبت فيك، بيبي تقصدش بالكلام الفلاني، ويقولون لها نفس الحكي، نوها قاعد تقول عنك كذي، نوها تقصدش بالكلام الفلاني، واحنا ثنتين ما ندري عن بعض، حلو؟ وصلت بين الامور ان كنت متنرفزه منها وهي متنرفزه مني، وكنت اقطع عليها نغزات وتقطع علي بالنغزات بسناب، وندحر بعض بسناب، وقلت اذا شفتها يا ويلها مني يا ويلها بعضها. وتصير بسنه من السنين غبقه تسويها فوز، ودريت وانا رايحه بالطريق ان بيبي هناك. قلت خلاص اذا شفتها بواجهها. بقول لها انت ايش فيك علي؟ ايش فيك ليش تقطين نغزات؟ ايش تبين؟ قعدنا على الطاوله، هي قعدت جبالي والليزر يشتغل، انا اخذها وهي تخزني، انا اخذها وهي تخزني. وكل شوي اقول بروح لها، بعدين اقول لا، بروح لها بعدين لا، بعدين لقيتها قامت خلاص بتمشي، كان اقوم لها. جيت بتمشي كان امسكها عند الباب، قلت لها تعالي اروح امك. ايش سالفتك؟ شو يبي؟ تعرفون لما طالعتها وطالعتني عيوننا ابتسموا حق بعض حتى واحنا معصبين،
أول مرة بحياتي يصير معي كذي مع حد. فجأة حسيت كل مشاعر العصبية والحمق اللي داخل قلبي طاروا. كان أقول لها بيبي ليش كذي قاعد يصير؟ ترى أنا أحبك وأتابعك من زمان. طبعًا لو وحدة قوية باس من هذيل اللي ما فيها طيبة قلب كان ردت بنفسية وعنجهية. بيبي ردت علي قالت لي أنا بعد أحبك نهى. تخيلوا يعني هذا أول حوار. الله ما إحنا حلوين بنحب بعضه. كان أخذها قعدنا على جنب بروحنا أنا وياها وفوز أذكر. طقيناها سوالف خلصت الغبقة العالم مشت. قعدنا 3-4 ساعات نسولف نسولف ما حسينا بالوقت. طبعا الناس نقل حكي عرفناهم بعدين منو يقول لي حكي ويروح يقول لها نفس الحكي. يحاولون يشوشرون يحاولون يخلونا نطق بعض نكره بعض غصب. وعرفنا منو هالأشخاص والحين الحمد لله ما لهم وجود بحياتنا. والله العظيم يومها رديت البيت مكبوب على قلبي ماي بارد. سنابي ما غير أسولف عنها وهي نفس الشيء بطلت سنابها ما غير تسولف عني. يومها وأنا بيبي عبد المحسن عندي ما تطلع ولا تنزل. أقرب إنسان بالسوشيال ميديا أطيب قلب بالسوشيال ميديا بيبي بيبي على ما نسميها من داخل نظيفة. الشخص اللي تشوفينه بالصج نفس ما هو على الشاشة بسناب شات هذيل ترى حيل نادرين حيل ينعدون على الأصابع. بيبي واحدة منهم. حاجيها كل يوم وتذكر أقولها ربي رح يوفقك ربي خاش لشي وايد حلو. حتى بالأيام اللي كانت تضايق فيها أقول لها والله قلب أنت هذا نظيف الله خاش لك شيء وايد حلو. لين يوم من الأيام عرفنا شنو هالشيء الحلو. مبروك يا بيبي أنت أيامك الجاية أحلى. وعبد الله عليك بألف عافية. الإنسانة النظيفة الإنسانة الطيبة حطها بعيونك حافظ عليها تراها عملة نادرة والله العظيم. يعني الإنسان اللي ما يعرف يشيل ولا يحقد اللي قلبه قلب طفل هذا يعيش مرتاح وينام مرتاح يصير سعيد يسعد اللي حوالينا. هي صح تصير مينونة ساعات وتنهار بسرعة وتشتطب بسرعة بس هالإنسانة طفلة بريئة. الله يسعدك ويوفقك وأكنسل شغلي أكنسل الدنيا كلها بس ما أطوف عرسك باكر. وإن شاء الله يا رب بداية حياة حلوة وسعيدة يا بيبي وعبد الله. ميديا ساعات تصير بسوء تفاهم تصير خلافات صغيرة تبي تعرفين أنت إيش فيه إيش في الطرف الثاني تبي تبادرين ما يحصلش مجال. قلب أسود قلب أسود. بيبي مو كذي. الله يسعدك. والله كان زين ومسلاوي تقدر تجي الحفلة باكر وياي بس الحين تقعد ما عندها بدلة واستلم كآبة بعد كآبة بعدين تعطيني ستايل وليجي وليجي أميرة سلاوي أحط وليجي فين. أنت رايحة نص يوم وليجك حطيهم بأي مكان وراح أفلم عليكم وأعطيكم ستايل. حين عندي تغطية لا 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 أنا يبا دعايات وايد كنسلتهم باكر فلازم أخلصهم اليوم. فاليوم راح أقصكم دعايات أخلص دعاياتي بعد ليزي ربنا بقى باقي لي ما شاء الله ثلاث دعايات بس عصدورك. بعدين بنروح نوجب أم سلمان نوجب عهود نوجب أم سلاوي يمكن قدانا طويرة شو ما أدري أمس وصلت الساعة 2 للكويت نمت لي كم ساعة رحت اجتماع من جسد قوبي رديت نمت لي كم ساعة كشخت وهذا أنا. يوم لازم أمر نوجب حبايبنا معرض العطور بالضبط صاير زوارة لأن بعد عمري في ناس والله ما يقصرون راحوا بوثي صوروا عطوري فالواجب إن نرد لهم نفس الشغلة هم نزور بوثاتهم وصور عطورهم وهذا شيء ترى وايد حلو أحس يعني تشجعنا كذي على أن العلاقة تصير أحلى ونكون مع بعض على قلب واحد وحدة توجب الثانية ونازل. الكويت كلها مشاركة بمعرض العطور والله جد يعني ذاك يوم عرفت أن وحدة تصير لي بعد ما أخذت لها بوث صغير بوحدة بالقاعات أنا ما أدري أصلاً هتسوي عطور علشان كذي هالأسبوع راح تشوفون يمكن سنابات الناس كلها عطور وبخور ودهن عود. ننقل لكم الأجواء كاملة من أرض المعارض بمشرف بالكويت وتحس ونشوفكم موجودين هني ويانا وبيننا حتى لو كنتوا بعيد. أنا عن نفسي عشان ما تلخبطون راح أحاول كل بوث أدشة أصور الشغلات اللي أنا حبيتها اللي تناسب ذوقي وأصور لكم الأشياء البست سيلر اللي الناس تروح حق المحل علشان تشتريها.
عطر بالنهاية أذواق، يعني يمكن عطر أنا أكون ميتة عليه وطايرة فيه، غيري شم يشوفه عادي. بس عموما هالشيء راح يسهلك وايد لما تيين المعرض، المعرض ما شاء الله 3 قاعات أو يمكن 4 قاعات، فسجلوا حاولوا تسجلون وتكبشرون اللي أصور لكم إياه عشان تعرفون بالضبط إذا رحتوا كل بوث شنو اللي تجربونه، شنو اللي تختارونه، وشنو البوثات المميزة بالضبط واللي تستاهل تروحوا لها. بس إجمالا إيه، معرض العطور يستاهل الزيارة. أنا أعرف ناس تنطر المعرض من سنة لسنة علشان بس تشتري عطور وتشيل حق السنة كلها، لأن الأسعار تكون مو صج، الخصومات تخرع، يبون عطورات حصرية، ساعات محلات ما تكون موجودة أصلا بالكويت، تكون جاية الكويت بس حق معرض العطور، فيستاهل تزورونه. أنا مثلا عطوري بس موجودين أونلاين ببوتيكات، فالفرصة الوحيدة اللي تقدرين تجربين العطر، تشمينه، تعطيني رأيك فيه، تختبرين ثباته، راح تكون بمعرض العطور. حياكم الله ببوثي موجود بخيمة بوتيكات يم قاعة رقم 5. سألوا وين بوث محمود، الكل يدليكم بعد عمري ما يقصرون. منورة طال عمرك منورة، هلا بالغالية، هلا بالشيخة، هلا والله، هلا أبوي، هلا أبو محمود. على الصعيد الآخر، اليوم عندي وايد شغل، باكر عرس بيبي، للحين ما لقيت لي بدلة. أدري لو تسمع السناب بيها انهيار، بس بروح أدور.